النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن الارتفاع على درجات الحرارة المتوقع اعتبارا من يوم الجمعة. لا بأس أن نستعرض المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة. سنبدأ بالطقس الصيفي المعتدل المتوقع أن يؤثر على المملكة اعتبارا أو يوم الخميس، وكتلة حارة اعتبارا من يوم الجمعة، وبالتالي ارتفاع تدريجي على الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة، لكن الأجواء الحارة تشتد يومي السبت والأحد. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلوع عموم مناطق المملكة من الغيوم. طقس صافي ساد في عموم منطقة بلاد الشام والمملكة وشرق البحر الأبيض المتوسط. ننتقل وإياكم الآن إلى هذه الخريطة الجوية لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة للارتفاع على درجة الحرارة المتوقع اعتبارا من يوم الجمعة واشتداده يوم السبت والأحد. الكتلة الهوائية الحارة المتوقع أن تندفع من شبه الجزيرة العربية هي ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية باردة في الجهة المقابلة من البحر الأبيض المتوسط، أي في الجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط. يقابل هذا الاندفاع البارد اندفاع حار نحو منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط قادما من منطقة الجزيرة العربية. هذه الكتل الهوائية المتوقع أن تؤثر على المملكة اعتبارا من يوم الجمعة ستعمل على ارتفاع في درجة الحرارة، أيضا ستكون ذات طبيعة جافة كونها قادمة من مناطق صحراوية. ننتقل الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأربعاء وحتى يوم الأحد. يوم الخميس بإذن الله درجات الحرارة تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. طقس صيفي معتدل نوعا ما في عموم مناطق المملكة. تنخفض درجات الحرارة ليلا، يسود طقس مائل للبرودة خاصة في الجبال والسهول، لكن اعتبارا من يوم الجمعة خاصة خلال ساعات المساء تبدأ المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة خاصة خلال ساعات ليل الجمعة، وبالتالي يسود طقس دافئ في عموم المناطق، لكن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها يوم السبت ليسود طقس حار خلال ساعات النهار في عموم المناطق شديد الحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة وأيضا المنطقة الشرقية. تستمر الأجواء الحارة يوم الأحد أيضا بإذن الله. نعود للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة. طقس مائل للبرودة 19 درجة مئوية فقط مع طقس صافي. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الخميس طقس صيفي معتدل 27 درجة مئوية، حرارة عظمى أما الصغرى 18 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع على درجة الحرارة 30 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى، أيضا الصغرى ترتفع لتسجل 22 درجة مئوية. يوم السبت تشتد الأجواء الحارة 34 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تكون 26 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.